معي من الرياض دكتور محمد الزولفة، عضو مجلس شورى السعودي سابقا. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور محمد. بدايه، منذ الليل وانت تتابع الموضوع، طبعا قراءتك لما حدث لكل هذه القرارات التي طبعا فاجات الجميع، للتوقيت الى اي درجه هو مهم ومتعمد في هذا الوقت الراهن، وهل نتوقع المزيد على المدى القريب؟ أنا أعتقد هذه المفاجأة من أجمل المفاجآت التي فوجئ بها المجتمع السعودي، لأنها تمثل نقلة يعني عظيمة في تاريخ هذا المجتمع، حينما وضعت الأيدي أيدي العدالة على محاربة الفساد والمفسدين أيا كان، كما ذكر سمو ولي العهد. نحن أمام مشكلة كبرى عانى منها المجتمع السعودي على مدى عقود، وبسببها ضاعت ثروات طائلة من ثروات هذا الشعب. كان بالإمكان أن تقلب حياة هذا المجتمع إلى أرغد شعب ويعيش عيشة عظيمة. ولكن الفساد كان للتنمية وللتطور ولحقوق الآخرين كان في المرصاد. الآن الفساد أصبح في كبرة العدالة. نحن لا نشبث بأحد، ولكن العدالة لابد أن تأخذ مجراها، ومن الواضح أن العدالة تطبق على الجميع. نعم، الهيئة أو اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أمر الملك حفظه الله بتشكيلها ويرأسها سمو ولي العهد، وفي عضويتها كثير يعني أقطاب من بيدهم، فعلا تحقيق العدالة بكل أبعادها. طب ماذا يمكن أن نتوقع؟ يعني الكل يعني بيترقب والوضع حساس. صحيح دكتور محمد، من أيضا بالحق اللجنة اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق والجهات المختصة. ماذا تتوقع للأيام القليلة المقبلة؟ أولا عندي ثقة في أن القرار لن يتخذ إلا بعد أن سبقها دراسات شاملة وكاملة لكل من تثبت عليه قضية فساد. وأصبحت اللجنة التصور الكامل لمعالجة هذه القضية والبت فيها بأسرع وقت ممكن، لتوفر أولا لتوفر المعلومة. الأمر الثاني صرامة اتخاذ الإجراء. فيما مضى كانت ربما ظهرت قضايا فساد هنا وهناك، أشياء بسيطة، ولكنها تضيع في مجريات الإجراء والروتين والصمت والتغاضي. أما الآن فلا أعتقد بعد كل هذا، ومع وجود قيادة واعية تماما لما تعمله من أجل مصلحة وطنها أن تعمل هذا الأمر. صحيح، يعني خطوات صارمة حاسمة وسريعة، ولذلك هذا ما جعل المواطن السعودي لم ينم من البارحة إلى الآن، لأنه فعلا يعني 70% من المجتمع السعودي من الشباب دون 30 من العمر، لهم تطلعاتهم، لهم آمالهم، لهم طموحاتهم، حتى طموحة في الحصول على أرض بسيطة ليبني عليها بيت أو ليحصل على قرض لبناء بيت. لا نجد مساحة لإقامة كويس. البلديات حافظت على بعض الأراضي تكون مقابر للسعوديين، وإلا كان ربما تاجروا حتى في المقابر. ولذلك أنا أعتقد الأمر جدا جلل وحاسم ومفرح ومطمئن، يتماشى مع الرؤية التي رسمت ل 2030. لأنه بغير هذه الرؤية، بغير هذا الطموح، بغير هذا الإجراء، بغير هذا على المعرقلات، لا يمكن تتحقق رؤية أطلاق. أنا أشكرك جزيلا دكتور محمد الزولفة، عضو مجلس شورى السعودي سابقا، شكرا لك على هذه المشاركة معنا من الرياض.